يطيب لي في البداية أن أرحب بأخي صاحب الفخامة السيد ماكي سال رئيس جمهورية السنغال الشقيقة، وأن أتوجه إلى فخامته بعميق الشكر على مشاركته في هذا الحدث الهام. فحضوركم معنا اليوم فخامة الرئيس دليل على الأهمية الخاصة التي تكتسيها هذه المبادرة بالنسبة لعموم الدول الساحلية في العالم وفي قارتنا على وجه الخصوص. كما أحيي المشاركة المعتبرة لشخصيات هامة تنتمي للهيئات الدولية والإدارات العمومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني وميدان الخبرة والبحث العلمي. وأود في هذا الإطار أن أنوه بالعمل الرائع الذي أنجزته المجموعة الاستشارية الدولية التي أشرفت على التحضير لهذه المبادرة. كما أتوجه بتحية خاصة إلى البروفيسور بيتر إيغن مؤسس منظمة الشفافية الدولية والمؤسس المشارك لمبادرة من أجل الشفافية في الصناعات الاستخراجية والحكامة الرشيدة، فقد كان دوره حاسما في تجسيد هذه المبادرة مثلما كان من قبل حاسما في تعزيز الشفافية ومحاربة الرشوة. صاحب الفخامة، أيها السادة والسيدات، في إطار مأموريتي كرئيسا للاتحاد الإفريقي نظمنا مؤتمرا دوليا في نواكشوط حول الشفافية والتنمية المستدامة في إفريقيا بهدف دعم ترسيخ الحكامة الرشيدة في قارتنا. ركز ذلكم المؤتمر آماله على تعزيز الشفافية في تسيير الموارد الطبيعية، ودعا إلى بلورة مبادرة خاصة بقطاع الصيد. وإننا لسعداء اليوم بانعقاد المؤتمر الدولي الأول لمبادرة الشفافية بقطاع الصيد هنا في نواكشوط. فقد مثلت منعطفا هاما وجاءت في وقتها المناسب، فقطاع الصيد رغم أهميته الاستراتيجية لم يحظى حتى الآن على الصعيد الدولي بخلاف الصناعات الاستخراجية بمستوى كاف من العناية لتحسين المردودية الاقتصادية لموارده وضرورة ديمومتها. فمساهمة هذا القطاع لا تترجم حتى الآن في الواقع إمكاناته الهائلة في مجال خلق الوظائف والإيرادات المالية للدول بالمساهمة في الأمن الغذائي للشعوب. ترتبط هذه النواقص باستمرار ممارسات غير مسؤولة ومسلكيات لا عقلانية مثل الصيد المفرط والصيد غير القانوني والصيد الذي لا يخضع لنظم وأنشطة تدميرية دون أن ننسى حجم الغموض التي يحيط حتى الآن جوانب معتبرة من مداخل القطاع. إن هذه الوضعية التي تؤثر بشكل كبير على أداء القطاع الآن تنذر في النهاية بحتمية نضوب الموارد، كما تظهر ذلك العديد من التقارير العلمية. ولمواجهة هذه التوقعات والمخاوف يتوجب على جميع الأطراف أخذ زمام المبادرة بمزيد من الالتزام بالحكامة الرشيدة في مجال الصيد قائمة على تسيير شفافية
واستغلال مستدام للموارد. ذاك هو الهدف الرئيس الذي تقوم عليه مبادرة الشفافية في قطاع الصيد. فمن خلال تكريس معايير معترف بها ومتقاسمة دليل ستؤمن هذه المبادرة للفاعلين المعنيين إطارا للعمل سيشجع إشاعة الشفافية من خلال آلية للنشر المنتظم من قبل كل بلد طرف للمعلومات والمعطيات المتعلقة بقطاع الصيد. ستمكن هذه الآلية المبتكرة دون شك من كبح الممارسات الضارة، وبذلك نكون قد خطونا خطوة كبيرة على طريق الإصلاح الضروري لترسيخ الحكامة الرشيدة. صاحب الفخامة، أيها السادة والسيدات، ترمز مبادرة الشفافية في قطاع الصيد إلى توجه العام الذي تبنيناه والذي يلهم كل نشاطاتنا في محاربة التسيير غير العقلاني وغير الشفاف لمواردنا ولمكافحة الصرامة للرشوة. وقارتنا الإفريقية تعاني وضعا شاذا يتمثل في كونها تتمتع بموارد هائلة، بينما يعاني العديد من مواطنيها أوضاعا هشة. ولن يتسنى تجاوز هذا الوضع إلا من خلال الحكامة الرشيدة. على هذا الصعيد باشرنا منذ سنة 2009 إصلاحات كبيرة لترشيد ومراقبة تسيير المال العام. لقد مكنت هذه الإجراءات المتخذة من توجيه موارد معتبرة لإنجاز برامج تحسن ظروف المعيشة للمواطنين. فقد عرف قطاع البنى التحتية والطاقة والولوج إلى الماء الشروب والتعليم والصحة خلال هذه الفترة تطوراً ملحوظاً وغير مسبوق. كما مكنتنا محاربة الرشوة من إرساء قواعد دولت حديثة تعتمد في المقام الأول على إمكانتها الذاتية لضمان نموها. صاحب الفخامة، أيها السادة والسيدات، إن تعزيز الشفافية والحكامة الرشيدة واجب أخلاقي عظيم، وهو مسؤولية الدولة والقطاعات العمومية والخصوصية ومنظمات المجتمع المدني، كما يتوجب على جميع المواطنين تبني هذه القضية النبيلة. فالمبادرة التي نطلقها اليوم تدخل ضمن إطار رؤية لتلاقي جميع الأطراف على أسس فاضلة. وإنني على يقين من أن هذا الحدث سيكون له الأثر البالغ في إحداث تقدم حاسم من أجل حكامة أكثر مسؤولية في قطاع الصيد. وفي الختام، أعلن على بركة الله انطلاق أعمال المؤتمر وفي الختام أعلن على بركة الله انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الأول الشفافية في قطاع الصيد، متمنيا له موفورا النجاح والتوفيق. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله.